السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الحضور الكريم. كنشكر الإخوان ديال لجنة التحضير على هذا الجهد والمجهود الجبار لأن ماشي من السهل أنك كتجمع خصوص الجمعية في القطاع ديال التجارة المهنية لأن كنعرفو الظروف الاقتصادية اللي تيهمو فيها لا الصانع التقليدي ولا المهني. بالنسبة للسيقية ولا الفيدرالية ديال الجهة ديال فاس الكناس اللي تنقولو الجهة ديال فاس الكناس فجهة فاس الكناس خصوصا أنا جاي من مدينة الكناس لهنا كنعتبر راسنا ماشي ضيف أنا جاي من المنزل ديالي لأن اللي كنا تيهمنا بجهة فاس الكناس داكشي اللي كيجمعنا أكثر من تيفرقنا كجهة ديال فاس الكناس. كنا بغينا هاد الجهة ديالنا بحكم أن جهة تستاهل من الناحية ديال التجار ومن الناحية ديال المهنية. أنا صانع تقليدي وتندير لها بالموسيقى عاد رابطة مغربية اللي حافية للصناعة التقليدية. بغينا هاد التنسيقية اللي تدخل الجهة ديال فاس الكناس تاخد الاعتبار الجهة ديال فاس الكناس وتاخد المكانة الحقيقية ديالها. انا ماشي معطر ديال اننا نخرجوا برئيس دابا نعطيو الصلاحيه باش يشكل مكتب لان على حسب العلم ديالنا حنا جينا على اساس تكون واحد اللجنه التحضيريه وهاد اللجنه التحضيريه والدور ديالها الاساسي هو تعدلنا واحد المسوده القانون الاساسي اللي يمكننا نناقشوا جميع شنو يمكن لنا نزيدوا فيه شنو يمكن لنا نضيفوا فيه شنو الاهداف التنسيقيه على الجهه وشنو من الاهداف ديالها. حنا كون خارجين ولا كاعضاء في المكتب نعرفوا بلدنا وما علينا تجاه التنسيقيه وتنفضل على هي تكون جهوية ومن بعد إن شاء الله تعالى إقليمي واجب باش نرفع الرفع الإقليمي تعطينا تزكية من المكتب الوسطي يخرج لنا ماشي إشكالية أن فاس واجدة ولا مكناس واجدة لا فاس واجدة ولا مكناس واجدة وتجول واجدة يعني بجدر ديال الأقاليم واجدين بحكم أن لا كانت تمثيلية للإقليم كاملة ولكن الأساس المهم والقانون الأساسي تعدلوا الجنة التحضيرية باش يصدقوا على الجميع. شكرا لكم.